ورا ما صار السقوط بكم يوم هو اجى نزل بالقاعده مال علي بن ابي طالب بالناصريه، داز لي سياره وسايق وواحد حمايه قال لهم اريد ضيع الخير. لا لا عندنا وقفه بعد، عندنا نعم. وقفه النهب. نعم النهب، النهب وقفه هذه. هو ارجع سؤالك على المدراء، فاحنا مطمئنين من المدراء، ولذلك النهب صار ما انكسرت قاصه او انفتحت وانباقت الفلوس كل بهاي جاك هامر يفتحون السقف، تدري الغرفه الحصينه احنا يسموها، من كل الجهات محصنين احنا، فيجيبون جاك هامر ويسوون فتحه صغيره. احنا الدولار ما خلينا داخل قاصات، تدري القاصه تشيل كميه والباقي نخليه بالممرات يعني مال الخزينه الرئيسيه واللي مفتاحها عندنا يعني مثل الرفوف، ونخلي خلوهم طفل ينزلوا وسطل يخلي الفلوس ويشيلوها. العراقيين والدولار، الدولار وتقول القاصات شلون تنفتح؟ ذيك العراقيه انشالت كلها، العراقيه شلون قدروا يفتحون القاصات؟ قاصاتنا عراقيه، قاصات عراقيه، صناعه عراقيه انفتحت، فتحت كلها بشيخ عمر مسوينها اكثرها يعني، واللي قاصاتها اصليه ما قدروا يفتحوها، مثل الدار العامه، مثل فرع الزويه، الفرع الخلفاء ما قدروا يفتحوها. فرحت يم الشلبي قال لي شنو الوضع؟ قلت له والله انا ما اعرف، قاعد ببيتي وما اعرف الدوله بعد سقطت. قال لي والمصارف؟ قلت له والله المصارف حسب ما عرفت نهبت كلها. قال لي تقدر تعطيني اسماء البنوك وعناوينها وانا اجز لك حمايات لها. طيب طبعا هسه انت تحكي عن الشلبي، اذهان الناس ايش راح تروح؟ اذهان الجماعه يقول لك هو شلون علاقته بالشلبي؟ معناها مرتب ويا الشلبي قبل لا لا اعرفك كصديق من 30 سنه. اي هاي ما تمشي عدو. اي هاي ما تمشي صحيح. مو؟ اي اثبتها عود بعدين هاي الجماعه. الرجل واحد هو متوفى بس هم جاي يشتمون بيك هسه. اي اكيد. وانت تحكي. بس الرجل والله الى قول قال لي لو يجي بوش يقول لك اريد دولار ما تنطي دولار. بس الا تطيل احمد اذا طلب منك. لا والله وانا طلعت بوقتها في قناه الجزيره بالشيراتون قاعد وجوا علي وحلفت يمين غليظ واحلف الان ولا اخذ دولار من المصارف. من غير المصارف؟ ما اعرف بعد ما اعرف. فبعدين انا قاعد بالبيت جاني رئيس الخزائن مالنا ويا يمكن 12 موظف ما عدا واحد توفى والبقيه كلهم موجودين حيا يرزقون. واحد ابو زينب هسه هو رئيس الخزينه، والرئيس الخزائن الموجود هنا ساكن في عمان ابو صلاح يعني طلع تقاعد وجاء. فقالوا لي المصارف انهبت. قلت لهم انا شو اسوي؟ بعدين انا ما ادري ارجع للوظيفه ما ارجع للوظيفه وشنو اقدر انا اسوي؟ قالوا لي والله استاذ تخابرنا احمد الشلبي. احمد الشلبي كان هو كل شيء بيده، الدوله كلها بيده، هو رئيس المؤتمر. فانتفض والله احمد الشلبي، قال لي ضياء خلي يجون جماعتك باكر ودز وياهم جماعه من المارينز ودز واحد اسمه العقيد تيت سيل هو يترأس المجموعه وروحوا شوفوا تشيكوا المصارف. رحنا لقينا المصارف كلها محترقه. ما ادري شلون انا بالطريق قلت لهم احنا اكثر مصرف مخلين به فرع الخلفاء ما نشوفه هذا. رحنا والله لقينا الدخنه طالعه والنار مشتعله ما شنو. الخلفاء اللي هو شارع الجمهوريه؟ شارع الجمهوريه يمشي الغزل مو؟ حفيه. ف جيبوا لنا تورش لايت ما ادري شنو هم هذا العسكري راح جاب لنا. فتحنا قلت لهم هاي القاصه اللي بها 200 مليون الحمد لله ما حد كاسرها. ولك ابو صلاح تعرف انت المدير وين بيته؟ قال لي استاذ بيته قبال المصرف وامين الصندوق بصفه لانهم معتهم مفتاحين. قلت له روح دز لي اياهم. فتحوا لنا هاي القاصه والعصابات انهزموا؟
عصابات بالشارع قتل، شي تقتل شي، شي تقتل شي، بحيث يم المصرف الرافدين الإدارة العامة 23 جثة لقينا والله أبويا. بهاي القاصة 200 مليون، هاي 200 مليون فتحوا القاصة ونلقى 200 مليون مثل ما هي، لا نار واصلتها هي. وهذا المصرف بس 200 مليون بيلو بس القاصة؟ لا بس 200، بس 200 العراقي ماكو طبعا، العراقي لا راح كله راح الحمد لله والشكر. حسبتوها لو شنو؟ لا لا هي بلوكات، بلوكات حسبناها 200 مليون مضبوط. وين وديتوها؟ ويانا سيارة احنا حصينا. فبعدين قالوا جانا واحد قال ترى قاعد يبوقون بالقصر الأبيض، هذا قال يلا بالقصر الأبيض. أنا الحقيقة جبنت هناك بالقصر الأبيض، شفت العصابات شي تقتل شي، ونشوف الناس توقع تموت باب المصرف وهم قاعد يبوقون بالمصرف. المارينز اقتحموهم، يقوم فاتحين فتحة بالسقف، بالسقف، وواحد يرش مي وواحد بجك همر وبسوين فتحة ومنزلين الطفل، لزموهم كل العصابة. مفتوح القاصات؟ مفتوح القاصات، احنا مخلينها بالرفوف بعد القاصات، مو من الباب فاتحين حتى ما يقدرون، من فوق، من فوق نازلين. لقينا 58 مليون و800 من اصل، من اصل 100 مليون، والباقي الامريكان قالوا لي انا من دخلوا القصر الابيض الحقيقه رجعت لبيتي، خفت عصابات واقفين وتططط علينا، فقلت لهم انا ما مستعد اضحي بنفسي. الولد والله بقوا. لا مو انت وين الامريكان ليش تضحي بنفسك؟ بهمر قاعد. لا لا وين بهمر، نزلنا بالشارع مريد ندخل المصرف. وهم تأخذ عليك انت تترك الامريكان يعني ينقذون المال العراقي وانت تنسحب؟ 12 واحد وياهم ومن الصندوق كلهم. وليش انت تسحب؟ المهم خفت على نفسي غير الصديق واحد ما مقنع، اجبنت. المهم اجبنت ما مقنع يجوز. بس انسحبت ورحت للبيت. ف تالي لازمين ذول الفوق وياهم المبلغ المتبقي، وخذوا الامريكان وخذوهم هم المبلغ فوق على السطح، على السطح باقي ال100 مليون يمكن 41 مليون وشويه شيء. خذوا الامريكان، خذوا الامريكان وخذوا العصابه. وين اخذوا ما تعرف؟ اخذوا لهم يعني هناك بالمنطقه الخضراء، بس بعدين ضافوه للخزينه. انت تريد تزلقني بسؤال؟ لا مو وين يعني ايش بدك ضافوه؟ اكو وثيقه، اكو وثيقه. انا لا 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 ما شفت وثيقه، بس حسب ما اعتقد مدير الخزينة الرئيسية قال جابوها صرفوها على الرواتب، بدين هم كانوا ينطونا الرواتب، من نريد نوزع رواتب الموظفين ناخذها من الأمريكا واحد. المهم صارت الفلوس بالسيارة حصينة، وهاي السيارة راحت. رحنا بعدين وين نضم السيارة؟ تيتسيل قال لهم نوديها من بيت ضياء الخيوم. جوني قلت لهم لا أنا ما أقبل، هي السيارة حصينة ما تنفتح. بس بيتك مو حصين. اي وانا مدير عام، يجون يدخلون علي يقتلون انا وعيالي. فقال زين احنا عندنا تواجد في فندق الميريديان، خلي السياره هناك للصبح، حتى باشر الصبح تجون وديها للرئيس مالكم. اذا السياره بقت في فندق الميريديان، ايش قد بيها؟ بيها 258 مليون و800. الباقي ايش قد من المصارف بجمله كلها؟ كلها 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 من الموصل الى البصره. اي 302 مليون. مليون. وبالسيارة ايش قد؟ 258 مليون و800. هذا المتبقي لو شاله. لا بعد. لو شاله. بعد. السيارة بها هالقد. هاي السيارة. الصبح راح تجونها. الصبح جينا مع واحد اسمه محمد الزبيدي. لا هسه انتهت لهنا. ايه؟ بالحلقة الجاية راح نشوف مصير السيارة وين راح يروح، هذا مهم. إن شاء الله.